مر وعبر مع البكار مع بنت نهب نهبت المرء الكاس وهدته إلى جماهير هجن الرياسة. مشكورة يا هجن الرياسة على هذا الإنتاج الطيب هناك في سن الكبار الوارية من إنتاج هجن الرياسة صاحبة السيوف، وأيضا هنا في سن والنهضة أيضا في سن الإذاعة صاحبة أيضا الرمز في ميدان المرموم، واليوم في سن اللقاية مع هملولة. يا سلام، هارتريك هارتريك يا أبو حمدان لهجن الرياسة مع هذا الإنتاج. سلام يا هجن الرياسة، واسمحوا لي أني طلت عليكم لكن الحمر فرض علينا فرض الواجب، وإنتاج هجن الرياسة فرضة الفرض المطلوب، وهذا من حقهم يستاهلون على هذا الإنتاج. ونشكر كل اللي قائمين على هذا الإنتاج من صغيرهم إلى كبيرهم. وسلام يا هجن الرياسة، والكلمة لزميلي سالم بن علي الحبسي، الكلمة لك يا أبو علي. شكرا الغالي على هذا التواصل الجميل. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أكد تعلن انطلاقة رابع أشواط هذا المساء من خلال انطلاقة 28 شوطا في هذا المساء، والذي كان في مقدمتها كأس اللقاية الذي ظفرت به هملولة لهجن الرياسة وأهدت هذا الفوز للمقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ولسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولشعلة النشاط والمتابع مع الحمر سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وإلى مركز الأبحاث على هذا الإنتاج، وإلى المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. على البركة مشاهدين الأعزاء، الأسد يتقدم لهجن الرياسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في التضمير والتدريب. المركز الثاني يأتي شعشاع لهجن الشحانية، البرنس كارلا بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم نقلة مباشرة إلى المركز الثالث، الوصول من الغزال لهجن الشحانية، يابر بن سالم بن يابر بن فاران يتقدم الشبل على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع، وصول على المركز الرابع، وصل شاهين هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من قدم لنا شاهين، واستطاع أن يظهر بالبندقية في هذا المساء مع الشعار الأحمر. تهانينا للحمر، تهانينا للخطر، تهانينا لجماهير على هذا الفوز والانتصار. النقلة إلى المركز الخامس، وصل أيضا هناك سهاج هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، شاهين القادم. هناك هجن العاصفة غيات الهلالي على المركز السابع، وصل مشبب لهجن الرياسة، وسلطان بن محمد الوهيبي يقدم لنا مشبب الوصول والدخول. هناك أيضا هجن انتاج أم الزبار وصل في هذه اللحظات وتقدم مع مستحيل. أيضا سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري يتقدم من خلال هذه المنافسة. الوصول الاخر من الفارس لهجن انتاج ام الزبار، عبد الله بن علي بن سلامه الهاجري. وصل شاهين لهجن الرياسه، يتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا النتيجه. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى المركز الاول، الى الصداره الاولى، الى المقدمه، كيلو ونص الكيلو المتبقي، وبقياده هناك الاسد، الاسد على المركز الاول، الاسد على الصداره الاولى. هجن الرياسة يتقدم العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا هملولة في هذا المساء الرائع والجميل. المركز الثاني، وصل الشعشاع هجن الشحانية، البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم الوصول الآخر من الغزال لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران يتقدم ويقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التميز. بينما سهاج وصلت هجن الشحانية العطية، القادم شاهين، هجن العاصفة على المركز الخامس، الكيلو متر الأخير، الغلاف الجوي غير. وصل في هذه اللحظات شاهين هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الوصول الآخر من مشبب لهجن الرياسة، وسلطان بن محمد الوهيبي. وصل شاهين هجن الرياسة، وأيضا
هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصول من الفارس، وصول من المستحيل، هجن انتاج ام الزبار، عودة الى مقدمة الشوط. الله الله، بدأت المنافسة وبدأ يغير هناك شعشاع، هجن الشحانية يتقدم البرنس، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، بينما هناك شعشاع ياتي في سهاج في المركز الثاني، هجر شحانية، محمد بن خالد العطية يتقدم، ثالثا ياتي هناك الأسد، المركز الرابع وصل الغزال لهجر شحانية، ولكن عودة إلى البرنس، عودة إلى البرنس، المركز الأول يقدم لنا هذا الاسم شعشاع لهجر شحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، بن عقيل يتقدم البرنس ليقدم لنا شعشاع. تهانينا الهجن الشحانية على هذا الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني سهاجين الشحانية، المركز الثالث وصل الغزال هجن الشحانية، رابعا الأسد لهجن الرياسة، خامسا وصل مشبب لهجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام شاهدنا هذه الانطلاقات القوية والعملاقة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، حيث ناتي بالتوقيت الزمني. توقيت الزمني 7:23 4 اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحاني على فوج سهاج، تهانينا او عفوا شعشاع ايضا بقيادة البرنس كان الله بن محمد وطالب بن عقيل المري. 7:23 6 اجزاء من الثانية. تهانينا على فوزي سهاج، تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية الغزال. 7:25 اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا الجابر بن سالم بفاران المري. هكذا كانت النتيجة. شوط جديد والزميل محمد بن بريك المري. شكرا للزميل سالم بن علي الحبسي، شكرا لكافة الزملاء، وهكذا